يحدق بكل سلاسة، بيتجاوب للضغط 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 للضغط. منطقة العمليات خطيرة، الضربة الركنية، محاولة الانطلاق، حسام غالي يقطع على طول، حسام محاولة المرور جات لباسم كان بيلعب الركنية. يا سلام يا سلام يا سلام يا كابيتانو، مرور بكل كابيتانو، سيبها تعدي سيبها تعدي سيبها تعدي. أزارو ما فهمهاش، هو حسام غالي دايما كده يلعب حاجات أجواء ويعرف الطبيعة، كان الأول بنقول يتعود على الجماهير، دلوقتي ياخد وقته من غير ما يتعود. حسام غالي يستمر في صدوم أحمد ماهر في القاهرة، ومعاه العديد من اللاعبين، ريم تشانج عند حسين السيد يلعب براسه رغم كل الجراح، فعلا دي مش اغنيه، رغم كل الجراح يا مارسيلو، لمسه بالكعب، يا سلام يا كابيتانو، يا سلام يا ربيعه، لكن عمرو بركات وحمودي، حمودي تاني، حمودي الاهلي بفدائيه، الاهلي بفدائيه، الكابيتانو علق فوق، جول. لا الشوط الثاني الاهلي مطالب بتسجيل المزيد من الاهداف، خطيره خطيره، اوه طارد كتيره، لكنه فضل نادي الوحده مترو العاصمه، النادي اللي حصل على المركز الخامس في كاس العالم 2010 من الكلوبيست، نادي الشعب، نادي الافريقي التونسي. كما لحسام غالي، يا سلام يا حسام، عدل نفسه كويس قوي، يلعب بكل جديه، برافو يا رامي غالي، تشيباس مفيش ما بين الثلاث خشبات، اخر 17 دقيقة، حسام غالي بيعدي بيعمل كل حاجة، غالي النهارده اخر لحظة يرتدي فيها فنلة النادي الاهلي، طولية ملعوبة، غالي مش اوف سايد، غالي مش اوف سايد، حسام جول تاني، جول تاني، انتهى انكار الذات، اسلام محارب تاني الاهداف، يا سلام يا سلام يا سلام، لا محاولة المرور، لمسة على طول، حسام غالي يعلق فوق ناحية الشمال عند اسلام محارب، مطلوب خد في أول مباراة وسجل، وغالي غالي 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 النهاردة، يا باسم يا باسم يا باسم.